وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية، وتحتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافا مشروعة للقوات المسلحة ردا على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية. منذ بداية 4/4 ونحن نتحدث عن تدخل تركي قطري أجنبي في مدينة طرابلس لصالح للميليشيات الإرهابية. هذا الوجود وهذا التدخل وصل إلى أن تركيا تدخل في المعركة بشكل مباشر بجنودها، بطائراتها، بسفنها من البحر، بكل إمداداتها تصل الآن إلى مصراتة وطرابلس وزوارها بشكل مباشر.